صحابي ازيكم عاملين ايه؟ انا عايزه احكي لكم حاجه جميله خالص النهارده. انا لما كنت زمان بروح المدرسه يا خساره، انا نفسي ارجع المدرسه تاني. افتكرت بقى النهارده كده الميس كانت بتديني حاجات جميله كتيره كتيره خالص. النهارده بقى انا بقى عايزه ابقى ميس وعايزه اشرح لكم الحاجات اللي انا خدتها بقى. بصوا بقى انا ميس بقى كده وجميله بقى كده. سامعيني؟ بصوا بقى النهارده هشرح لكم يا ولاد الجمع على خط الاعداد. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ميس ما ينفعش اعمل كده عادي. طب انا اسف. طيب يعني ايه بقى خط الاعداد؟ الميس قالت لي في المدرسه ان الاعداد عندها خط بتقف كلها عليه. انا لما الميس قعدت تقول لي خط الاعداد انا قعدت مش فاهمه، وليه يعني ايه يا ميس خط الاعداد ده بيمشي ازاي بقى ده؟ قالت لي خط الاعداد بيبدا من الشمال. من ايه؟ من الشمال. وبيبدا من حاجه اسمها صفر. احنا مش خدنا الصفر؟ خدنا الصفر. بيبدا من الصفر وبعد كده بيمشي بعد الصفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد العشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. هو كده بس؟ لا، ده بيفضل يمشي 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 يمشي. تعبت، المدرسين دول بيتعبوا قوي. ايه ده؟ وبعدين بقى الميس راحت قالت لي النهارده هناخد يا ولاد حاجه اسمها الجمع. يا ميس طب ما انا عارف اجمع، مش اللي هو اطلع على ايدي واحط في مخي والحاجات دي؟ لا، استنوا يا اصحابي، الميس قالت لي اجمع على خط الاعداد. على ايه؟ على خط الاعداد. طب ازاي يا ميس اعمل ايه؟ ده خط مش يعني انا شايفه، اعمل بيه ايه ده؟ قالت لي تعالى بص معايا. عطتني مساله وقالت لي اوجد ناتج باستخدام خط الاعداد. والميس كانت معلماني اعمل الاول ايه؟ اقرا المساله. 7 + 5 = 100. طب اعمل ايه بقى يا ميس؟ قالت لي تقف عند الرقم ده وتجري بسرعه، تقف عليه في خط الاعداد. فين السبعه؟ السبعه السبعه اهي. انا هعمل ايه؟ هعمل عليها سيركل كده. انا كده عملت عليها سيركل. طب وبعدين يا ميس؟ هي قالت لي 7 + 5 زائد يعني هزود، زائد يعني ازود، زائد يعني قولوا زائد يعني ازود. ها فاكرين معايا؟ ها نقول مع بعض يلا. زائد يعني ازود، زائد يعني ازود. ايه ده؟ انا شايفاكم بتسقفوا بتقولوا معايا وانتوا شاطرين خالص. يلا بينا. طيب الناس قالت لي هنا 7 لو فاكرين زائد 5، يعني عملت سيركل على السبعه وهنط 5 نطات، هزود 5 نطات. يلا بينا بقى، تيجي تعالي 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 تعالي. يلا بص نط معايا، مالكش دعوه بشعري، سيب شعري في حاله. 1 يو اتقلمت. يو لا يا ميس القلم ده مش بيكتب يا ميس. استنى بقى يا صحابي هجيب قلم تاني. عيد. يلا بينا انط 1 2. عد معايا 3 4 5. انا وصلت دلوقتي ليه 5 نطات. دلوقتي بقى وصلت عند 12. اوه شعري بيتصحى. يبقى وصلت عند مين؟ عند 12 اهي. يبقى اجي اكتب الاجابه هنا اهي 12. شفتيني شاطر ازاي بقى؟ ولا عديت على صوابعي ولا عملت حاجه، كل الحكايه ان انا مشيت على خط الاعداد. شفت خط الاعداد ده بيسهل لي الحاجات ازاي؟ سهل خالص.
عشان نتدرب اكتر. هنا كام؟ 13 زائد 5 13. ابص كده على خط الاعداد فين فين فين، اهي ادي 13. اعمل سيركل عليها وابدا من عندها ونط كام نطه؟ 5 نطات. كام؟ 5 نطات. يلا بينا، 1 2 3 4 5. يا رجلي وجعتني، عماله انط كتير قوي من الصبح. وصلت عند ال 18. عند مين؟ ال 18 حرف فوق كده واكتبها 18. 8 جنبها 1. طيب اللي بعديها مين؟ 17. المسألة بقى اللي بعد كده 17 زائد 2. 17 زائد 2. احط هنا ال 17. فاكر لما كنا بنقعد نعد على ايدينا ونحط في مخنا؟ الطريقة دي اسهل صح؟ الطريقة دي ايه؟ بقت سهلة خالص خالص خالص، مش صعبة. هجري بسرعة عند ال 17 اهي، اروح حاطط عليها سيركل وزائد 2. يعني هنط كام نطة؟ قول قول. 1 2 1 2 1 2. يلا بينا، تعالى نط النطتين. ادي 1 ادي 2. وصلت عند مين؟ عند ال 19. اجري بسرعة احط 19 في المربع بتاعها. وكده يا اصحابي انا شرحت لكم الدرس اللي الميس شرحته لي في المدرسه. مبسوطين؟